شبت وقتلت كانت شابه اللي هي فجرت الثوره. فكرديه. فابتدت بقى عمليه ايه، انه المظاهرات في بعد منها كردي، وانه حزب العمال الكردستاني، وابتدى الحرس الثوري هو غايب عن المشهد داخل ايران لكنه حاضر في المشهد في المواجهه مع المعارضه الكرديه في العراق، وابتدى قصف مواقع حزب العمال الكردستاني في رساله تريد ان تقول انه هذه الاضطرابات مدفوعه من الخارج، وانه الاكراد لهم يد، وقد يكون لهم يد، يعني بالمناسبه قد يكون لهم يد، لكنها ليست اليد الوحيده. بالتاكيد هناك نساء رافضات لده، بالتاكيد ان هناك شباب من الذكور رافض لهذه الهيمنه وقطع الانترنت والتسلط والتحكم في حياتهم، وبالتاكيد هناك شباب غاضب من الاوضاع الاقتصاديه المترديه، شباب غاضب من فكره انه مرشد فوق المحاسبه وفوق المساءله، يعني فتوجد ايادي كثيره، لكن الايادي الكثيره الداخليه اكتر بكتير من الايادي الداخليه الخارجيه. يعني اسباب تتجمع وفي سبب رئيسي وهو فكره الفرض والقهر. أيوة. والجبر، وكمان عدم قدره النساء على التحمل اكثر. صحيح. كل هذا الاكراه. لكن السؤال، ليه تحول الحجاب الى هويه للتيارات الاسلامي السياسي؟ يعني لانه ليست ايران وحدها، هم لغايه دلوقتي الاخوان والسلفيين اهم شيء يعني بيدافعوا عنه، كانوا بيدافعوا عن حباب العين والقلب هو الحجاب. ليه تم اختصار المظهر الديني في الحجاب؟ لانه تعلق بالشكليات، يعني مش بس كده، مش بس الحجاب. يعني دلوقتي التيار السلفي او قطاع كبير من التيار السلفي بيختار زي معين هو نفسه، يعني لا ندري من اين جاء به، فكره الجلباب القصير، فكره الطاقيه، يعني السديري، ده اشبه باللبس الافغاني، ما هوش ما حدش قال انه هذا كان زي في صدر الاسلام. فهو جزء من التعلق بالشكليات والبعد تماما عن جوهر الدين، مش مهم. بس هل ده مش معناه برضو تنميط، محاوله تنميط الفرد المسلم من وجهه نظره، والمراه وانه يلبسها الخيمه السوداء فخور بسوادها، ابراز الاختلاف، يعني يعني لو حد مش لابس هذا الزي سواء رجل او امراه ممكن يكون من اي دين. لا، انا اريد ان انمطه، اريد ان افرزه، ان احسبه على تيار، على اولا على دين وعلى تيار بذاته. صحيح. لما نقرا